في كلام كتير على فيرنر ان كان كلوب عايزه في ليفربول، وبعدين نظرا للازمه الماليه هو بقى اقرب لتشيلسي. يعني فيرنر بيتكلموا عليه بقى لهم سنتين ثلاثه في المانيا، بيلعب منتخب المانيا دلوقتي بشكل كويس جدا، شايف هيبقى فعلا هو النجم القادم بقوه في الدوري الانجليزي، هو اللي هيفرق مع تشيلسي لما يجي لو كان جه يعني، ولا كان احسن، ولا هو هيبقى عادي زي اللعيبه عدت وخلاص، خصوصا جسمه صغير، هو لعيب مش قوي، هو لعيب يعني بس سريع جدا، سريع وبيجري في ظهر الديفنس. اي لعيب في انجلترا بيعرف توراندا تشانلز وبيجري في ظهر الديفنس كويس وبيستلم الكره في ظهر الديفنس يقدر ان هو يعمل مشاكل في البريمير ليج. تشيلسي عندهم سبير، عندهم فلوس متخزنه كويس جدا، لو ان هم كانوا معاقبين من المعاقبين من الويفا، بقى لهم 2 ترانسفيرز ما بيقدروش يعملوا اي انتقالات، فده كان حامي لامبرت شويه، خلي بالك كان ميزه لامبرت، اداله فرصه ان هو يلعب لعيبه صغيره، لكن في نفس الوقت كان شايل البريشر من عليه لان انا ما عنديش لعيبه، خسرت لعيبه مهمه زي ايدن هازارد وماشي كويس رابع يعني، مش بالظبط شامبيونز ليج يعني. الفتره اللي جايه والحقبه اللي جايه في تشيلسي مع لامبرت مختلفه، يا اما تبقى قد الصرف اللي انت هتصرفه وتتحمل البريشر ان انت تبقى منافس مباشر على البريمير ليج، يا اما لسه الخطوه دي محتاجه وقت منك. انا بشوف لامبرد مدرب كبير يعني، تابعت ماتشات لديربي كاونتي كذا ماتش، حتى مع تشيلسي بالامكانيات الاقل نسبيا من الفرق الثانيه، وبيلعبوا كره كويسه جدا، دايما محتفظ بالايدنتيتي والهويه بتاعته حتى في الظروف الصعبه، بيتعامل مع الميديا كويس جدا، وهدوءه في التعامل مع الميديا والجمهور كمان يا ميدو. انا مش هنسى يعني اول بدايته في الدوري الانجليزي لما كان خسران من ليفربول في السوبر، وجي اول ماتش في الدوري خسر تقريبا 4 من مانشستر يونايتد فولت ترافورد هناك، كان عنده بعديها الماتش بقى اول ماتش في الموسم عنده في ملعبه، استقبال الجماهير ليه وهو خسران 4 من مانشستر وخسران السوبر، كان واحد كسب الدوري عازم. لو الناس في ظهرك، لو في تشيلسي، لو تشيلسي مش يعني هيقدر برضه مهما يكون هو برضه محتاج جماهير، الجماهير بتفهم، ودي مهمه وعي الجمهور ان انت مش خسران اول ماتش في الدوري 4 من واحد منافس تقليدي ليك، تخسر 4 وتيجي تلاقي الناس مثلا يا عم بقى انت ما عندكش فكره، يا عم غور، يا عم انت جايبين واحد ضايع، لا الناس نازله ببانر كبير جدا بصورته من فوق لتحت، وكل الناس بتشجعه لان اول ماتش ليه في الملعب طبعا، وعمل موسم يعني كويس جدا. عمرك ما تقارن ابدا، فالمسانده الجماهير مهمه طبعًا. جدا عمرك ما تقارن كابتن حازم واحد عنده رصيد كلاعب مع الجمهور ومدرب تاني ما عملش نفس الرصيد ده. يعني شفت رافا بينيتس لما راح تشيلسي ولخبط من اول يوم الانترن من المدرب المؤقت، انت جاز، انما لما راح ريال مدريد نفس الكلام ما كانش موفق. لو تفتكر مثلا فيالي لما مسك تشيلسي از بلاير مانجر يعني، ومسك كان وقت صعب جدا، وكان تشيلسي بيمر بظروف صعبه جدا، جمهور تشيلسي فضل واقف وراه لان هو بالنسبه له ده فيالي اللي اختار ان هو يجي تشيلسي عن انديه تانية كتير وبتاع، فما بالك لامبرد. كل الارقام القياسيه للعيب في تشيلسي بالنسبه بقى كلها مع فرانك لامبرد، مع انه مشي وراح مانشستر سيتي اخر سنه في حياته، بس ده يعني وجاب جول في تشيلسي. على فكره في اوروبا في حاجات معينه يعني بتحصل، ما بطلش مثلا زي مالديني مثلا زي توتي، ما بطلش مش الوان مان، مش الوان كلوب مان يعني، بس هو اصلا من وستهام يعني مش من يعني انت بص مثلا اياكس بيحترم وبيقدروا كرويف قد ايه، رغم ان كرويف اعتزل في فاينل اخر سنه لعبها في فاينل، لكن ما تقدرش تسحب تاريخ حد عشان خاطر في وقت معين، ممكن يكون كان اياكس ساعتها مش عايزينه يعني، ممكن يكون اكيد ان هو حاول يرجع اياكس.